هذه أول تجربة لهم في التمثيل، فالشغف ساقهم للبحث عن فرصة الظهور أمام الكاميرا والمشاركة في أعمال فنية قد تكون نافذة لهم نحو الاحتراف. المشاركة في هذه الأعمال تأتي ضمن مبادرة من الاكتشاف إلى الاحتراف التي تهدف إلى صناعة جيل جديد من الممثلين الأردنيين، والوصول إلى الاحتراف هدف سعى له أكثر من 850 شخصاً تقدموا للمبادرة. من بين 100 المتقدمين اختير نحو 60 شخصاً نفذوا 12 فيلماً، أفلام خضعت لتقييم لجنة تحكيم متخصصة. هيك مبادرات أعتقد كتير مهم في هذا الظرف بالذات، ظرف اللي بتمر فيه الحركة الدرامية الأردنية. احنا الآن بحاجة إلى مبادرات، بحاجة إلى صناعة وجوه جديدة، وجوه ترفد الحركة الفنية الأردنية، لأنه احنا عندنا في تباعد في الأجيال، وهون مكمن ضعف إلى حد ما في الدراما. هذه الإبداعات وهذه المواهب بالتأكيد سوف تساهم في عملية رفض المجتمع بالكوادر المدربة والمؤهلة، والتي سوف تقوم بعملية نقل هذه الثقافة وهذه الذاكرة للأجيال القادمة. الطريق لم تكن سهلة أمامهم كما يقولون، فالكثير من الصعوبات واجهتهم خلال مراحل صناعة أفلامهم، فالكاميرات والديكور وكل ما لزمهم من معدات تم توفيرها بجهد شخصي منهم. واجهنا صعوبة فيه لأنه ما في أي إنتاج ولا في فلوس ولا في أنه مردود له، فشفنا صعوبة فيه أنه جبنا كاميرا وعملنا كله من حسابنا الشخصي، ما في أي مكان يدعم هذا الإشي، فعملنا الفيلم وصورنا، وكان في تبدو صعوبة بالتصوير وبالإخراج لأنه إحنا مش كثير بنفهم هذا المجال. اشتركت بهاي المبادرة بما أنه أنا بدرس مسرح، فما عندي خبرة بالكاميرا والتلفزيون والسينما، فقررت أن أشترك بهاي المبادرة عشان أستفيد أحجام اللقطات الزوايا، وكمان بستفيد كتمثيل. طبعا تعلمنا كثير بهاي المبادرة، تعلمت الالتزام، الانضباط، احترام الوقت، مثل ما قلت لك الراكور، تحسن أدائنا التمثيل كتير. المنافسة على جائزة أفضل فيلم في هذه المبادرة كانت على أشدها، فالفائزون سيحصلون على فرصة المشاركة كأبطال في عمل فني سينتج لاحقا. رعد بن طريف، المملكة، عمان.